مشاهدينا متابعينا على القناة الوطنية الثانية، أهلا وسهلا مجددا إلى مباراة الذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الأفريقية. الشوط أول كان انتصر الاتحاد الرياضي المنسير، يتقدم بهدف بعد تصويبة من فرات السلطاني غلط أيوب غزالة مرمية توفيق مساوي. إن شاء الله الاتحاد الرياضي المنسيري مع هذه الهجمة الأولى يتمكن من إضافة الثانية. الكرة من جديد إلى موزيس أوركوما، ونعود نرحب من جديد بمحللنا الفني على هذه المباراة، اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنسيري ومدرب نزار بوقراعة. مرحبا بك نزار من جديد. بيك خويا سامي وكافة المشاهدين وكافة الجماهير اليوم. وكيفاش ترى الاتحاد الرياضي المنسيري خاصة بعد ما خذاه لافونتاج في السكور على حساب فريق مولودية العاصمة الجزائري في هذا الشوط الثاني؟ كما سبق وقلنا الاتحاد ماهوش مقصر، قاعد يأدي كما يلزم، قائم بالواجبات كل شيء. نقص شويه في الفرص، فما مشكله شويه ساعات في التمركز. ان شاء الله الاولاد معناتها ديروا توش صغار يصلحوهم. قلت لك فما فترات يصير الفليشيسمون مونتال، لكن هذا مازلنا كي بينا تو ميتون ثاني. الاتحاد لاباس حتى تو، ان شاء الله لاباس ديما. الاتحاد الرياضي المنستيري ممثل كره القدم التونسيه في رابطه الابطال الافريقيه، كيف وكيف الترجي اللي باش يلعب في الديكيدا الصومالي يوم الاحد، بينما ثنائي تونسي سيكون في كاس الكونفدراليه الافريقيه. نحكي عن الملعب التونسي غدوه ضد فريق جزائري اخر، اتحاد العاصمه الجزائري 7 نتاع العشيه هوني في ملعب حمادي العقربي برادس، وايضا نادي الرياضي صفاقسي في صفاقس ضد روكينزو البوراندي. هذه كوره للاتحاد ولكن موجود في تسلل، موجود في وضعية التسلل حازم المستوري أمامكم على الصورة. واحد من الانتدابات الجديدة للاتحاد الرياضي المنسير بعد كرة موزيس أوركوما، حط الكرة في الظهر المدافع، لكن في وضعية التسلل حازم المستوري القادم من النجف العراقي، كان تجربة عنده مع النجم المتلوي في البطولة التونسية. الكرة ترجع من جديد لليسار إلى حمزة موالي، حمزة موالي الكرة إلى محمد بن خماسة، ترجع الكرة الجزائرية. الضغط من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري إلى الحارس توفيق موساوي. واحد من الانتدابات نتاع مولودية العاصمة، وانتدابات كبيرة بصراحة، كيف وكيف زكريا دراوي من الوداد المغربي، المهاجم كبري زينون من أزام يونايتد التنزاني، المدافع أنتوني باتشو الايفواري المهاجم الطيب المزياني، كان في النادي الافريقي ولعب للترجي ولعب للنجم الرياضي الساحلي، اليوم موجود على التشكيله الاحتياطيه. واحد من الانتدابات الجايه، الانتدابات اللي قام بها في الميركاتو الصيفي فريق مولوديه العاصمه الجزائري امين مسوسه، وايضا متوسط الميدان اكرم بوراس، بالاضافه الى الصفقه المدويه والكبيره كان حكاها لها نزار بقراعه منذ بدايه اللقاء، المهاجم الدولي السابق. نحكي على اوندي دولور من ام سليل القطري والتجارب مع مونبلييه ونيس الفرنسي، اكيد حتى الباكو كما نقولوا بلغه الكره فريق مولوديه العاصمه الجزائري. هذه كره ومحاوله المنتدب الجديد كيبري زينون الايفواري ترجع لفائده الاتحاد الرياضي المنستيري. تاول الكره طويله، الكره الى حزم المستوري الى ايمن الحرزي، الحرزي يلعب الكره مع شهاب الجبيلي، وكان موجود في وضعية تسلل. يقول الحكم محمد أمين عمر يتساءل ومحتار شهاب الجبيري في الكرة الأخيرة، يقول ما فماش تسلل الحكم، متى نشوفوا الإعادة. هاي الكرة الرأسية توصل إلى أيمن الحرزي، الكرة حاب يلعب واحدة اثنين، ما فماش حتى تسلل بصراحة. تسلل أبارامون على الحرزي، لكن هو ما فماش تسلل، هو حسبه على الحرزي مش على الجبيري في لابيل دو بال، لكن الجبيري هو اللي خذ الكرة، دونك مش في وضعية تسلل. شهاب الجبيلي الكرة ترجع من جديد من زيجي إلى أيمن الحرزي بلمس الكرة، فرات السلطاني تقطع الكرة من محمد بن خماسة، متوسط الميدان الدفاعي لفريق المولودية إلى محمد زقرانة، محمد رضا حليمي زقرانة بلمس الكرة إلى أيوب غزال اللي غارت مرماه واللي كان وراء هدف الاتحاد الرياضي المنستيري في الدقيقة 23 من الشوط الأول. كرة اليسار للفريق الجزائري مولودية العاصمة، زكريا العيجي تقطع من المهاجم أحمد الجفيلي، الضغط وترجع بتماس، تماس للمولودية العاصمة الجزائري عميد الأندية الجزائرية. الامسيها الكرة ترجع
من معز الحاج علي موزيسر كوما، خاطئة تقطع الكرة من محمد زقراني، يعكس الهجمة المولودية، محمد زقراني يغير لليسار الكرة لزكريا الدراوي، يحضر إلى زكريا العيجي، يحاول التوزيع إلى كبريزينون، الكرة ممتازة للتدخل الدفاعي من محمود غربالي لمعز الحاج علي، موجودة المخالفة، يستحق الورقة الصفراء. يا محمد أمين عمر حكم المباراة يرفع الورقة الصفراء إلى المدافع إلى زكريا نعيجي أمامكم على الصورة، يتحصل على الورقة الصفراء بعد التدخل الأخير. هاي الكرة نعيجي إلى كبريزينون، يقطعها غربال من قدام بيزيد، ثم في عكس الهجمة يرتكب الخطأ زكريا نعيجي على محز الحاج علي، مخالفة واضحة للاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع من جديد الجزائرية إلى كبريزينون، كيبري يرجع الكرة لأيوب عبد اللاوي، أيوب عبد اللاوي يطور الكرة، الكرة إلى زكريا عيجي لكن تقطع من محمود غربال، الكرة إلى أحمد الجفالي، توصلش إلى شهاب الجبالي، يعاود يكسبها الفريق الجزائري إلى محمد زقرانة بلمسة إلى مواطنه كيبري زينون، كيبري يغير الكرة إلى اليسار لظهير أيسر حمزة موالي، حمزة موالي يلعب مع زكريا الدراوي، الكرة والحارس في يد الحارس أحمد سليمان، ممتاز أحمد سليمان، مباراة ممتازة مع الاتحاد الرياضي المنسيري ابن مدرسة النجم الرياضي الساحلي. هاي الكرة من زكريا النعيجي حب يوزع لكن متفتن الحارس أحمد سليمان، يرجع الكرة إلى حارس إلى فرات السلطاني، يلعبها الكرة إلى فرات السلطاني من أحمد سليمان، فرات السلطاني كان ورا التصويبة اللي ضربت في مدافع أيوب غزالة وغالة تتحارس مرميه توفيق المساوي، كرة من جديد من أيوب غزالة توفيق مساوي في توقيت إلى حد الآن 7 دقائق في الشوط الثاني، ممتاز الاتحاد الرياضي المنستيري ثابت في مكانه، واقف كما يلزم الحقيقة، ما فما شوية تسرع معناتها في تخريج الكرة، فما لازم يصبر شوية شي، يحاول يستحفظ بالكرة باش يمتص الغضب نتاع المولدية توا تحسهم اونجاجي اكثر، يحبوا يمشوا في ساعي ماركيو، لهنا الاتحاد لازم يصبر ويستغل المساحات اللي مش يخليهم المولدية في الظهر، كيما لي دوز اكسيون ولا التروا اللي صاروا وما نجحوش بكري، ان شاء الله توا ينجحوا معناتها ابل دو بال في الظهر والباس تكون بيان بريسيز، دونك حل من الحلول، ديما نقول حل من الحلول انك تلعب اللعب المباشر، وبصراحة أيضا حل من الحلول، قاعد يقوم بدور كبير برشا موزيسر كوما النيجيري في وسط الميدان صحبة معز الحاج علي، هذه كرة طويلة في اتجاه الرأسية من فابريس سيجي في يد الحارس المرمى أمامكم، توفيق موساوي وجانب من جماهير الشناوة في المدرج الشمالي لملعب حمادي العقربي براد، معروف برشا في راجل الشناوة في ملعب 5 جويلية معروفة الامسياء بجماهيرها بصراحة العريقة، عميد الأندية الجزائرية، أول لقب قاري كانت خل الجزائر مرمى الأبطال عبر بوابة مولودية الجزائر، وقت ريمونتادا تاريخية كانت ذكروا ضد حافية كوناكري الغيني بنجوم، وانذاك وقت ربح خسرت 3-0 في الذهاب وربح في 5 جويلية 3-0 بريمونتادا من ثنائية الباتروني عمر باتروني وايضا الباشي، ومعروفه الاسماء التاريخيه بصراحه اللي مرت على مولوديه الجزائر، نحكي من بلومي، نحكي ايضا من رفيق صيفي، نحكي على عبد السلام بوسري الهداف التاريخي لمولوديه الجزائر، كبيره برشا الامسياء اليوم، الاتحاد الرياضي المنستيري زاد كبير برشا، احنا عندنا الاحتفاليه احتفاليه وكبيره، الاتحاد الرياضي المنستيري ممتاز بصراحه ونعرفوه باجوائه، وما نحكي على الاجواء ايضا الكبيره للفريقين والريفاليتي المستير كبيره برشا، الاتحاد الرياضي المنستيري عنده تاريخه، الاتحاد الرياضي المنستيري عنده القابه، تاريخ الاتحاد الرياضي المنستيري بالامكانيات الرغم اللي موجوده كل شيء قاعد معناه يناضل في القاره الافريقيه وقاعد ينافس في الانديه الكبرى بميزانيات كبيره ربحها الاتحاد الرياضي المنستيري، ان شاء الله بالتوفيق لممثل كره القدم التونسيه الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا متفاهمين فيه، لكن احنا حكينا على اجواء الجماهير، حتى الجماهير التونسيه الحقيقه مش كان مستير، الجماهير التونسيه الكل عن تقاليدنا وعن احتفالاتنا وعن جوست، احنا عندنا توا المشكله، ان شاء الله نلقاو حل. شوف اللعبة هذه الحقيقة
هذا التنويع، تنويع ان شاء الله الباس تكون اكثر دقه، خاطر صارت مره برك في الشوط الاول انك تلعب لي رونفيرسمون، تستغل بهم لابيل دو بال تاع جفالي، كان تكون كره في ساقيه بالضبط ولا في الكورسه نتاعو، خاصه لانه عنده سرعه جفالي، وهي بالاريتي ان شاء الله نستغلوها ان شاء الله، لانه حل من الحلول زاد الكرات الثابته، كيما التصويب، كيما لعب على جناب، لازمك تنوع، تحب تسيطر على فريق لازمك تنوع، ما تخليش يقرا اللعب نتاعك. هذه الكره من شهاب الجبالي، ترجع الكره من جديد الى محمود غربال، الدوزيام بال ترجع من دفاع المولوديه، من جديد يكسب الكره الاتحاد الرياضي المنسيري، طويله الكره الى حازم المستوري، قاعد يضغط برشا على دفاع الفريق الجزائري، ممتازه التمريره من شهاب الجبالي في عمق دفاع الفريق المولوديه الجزائر، ويحط الكره امامكم المدافع الجزائري، ركنيه لفائده الاتحاد الرياضي المنستيري، ممتاز الاتحاد الرياضي المنستيري في هذا الاختبار الرسمي قدام اول فريق جزائري يلعب معه في رابطه الابطال الافريقيه، ايمن الحارسي يرفع الكره، يقطعها الدفاع من ايوب عبد اللاوي، ترجع الى موزيس اوركوان النيجيري الى الحارس مرمى احمد سليمان، احمد سليمان بلمسه الى محمود غربال، محمود غربال يطول الكره، يرجع الى فرات السلطاني، ممتاز السلطاني يرجع الى موزيس اوركوما، دور كبير دفاعي في وسط الميدان يقوم به اوركوما الى ايمن الحارسي، كره في الظهر لكن تقطع من جديد من الدفاع الجزائري، محمد بن خماسه، بن خماسه ايوب غزاله يطول الكره الى سفيان بايزيد، ما يلقاش الحل بايزيد في هجوم المولوديه بالضغط اللي قائم به لاعبي الوسط بتاع الاتحاد الرياضي المنسيري، رائع الاتحاد الرياضي المنسيري، مباراه قاعد يقوم بها محمد الساحلي وملاعبي الاتحاد الرياضي المنسيري ظاهرين قارين جيدا فريق مولوديه العاصمه الجزائري، الكره ترجع من جديد من محمد بن خماسه لليمين الجزائريه الكره، محمد رضا حليميه وتقطع من الدفاع، ممتاز الى شهاب الجبالي، شهاب الجبالي حاب يمر يعني يلعب كره في ظهر المدافع ما يفهموش ايمن الحارزي في مرحله اولى، ترجع تماس للاتحاد الرياضي المنسيري اللي بصراحه الاتحاد قاعد ويقف كيف ما يلزم، قاعد يلعب في مباراه بطوليه، قاعد يلعب في المباراه اللي يلزم تتلعب ضد مولوديه العاصمه الجزائري ابو قرعه. صحيح قاعدين لهنا فتره ايجابيه للاتحاد، قاعدين مسيطرين حتى في افتكاك الكره، ما قاعدينش يبقاو برشا الاولاد يفكوا الكره، وفما احتفاظ نوعا ما بالكره، تقعد ديما ال 20 متر الاخرى فما سوء تعامل، كله سوء تعامل، ما توفقناش باش نهدوا برشا المرمى نتاع المنافس. الكرة عليه الحاج عليه. الكرة ترجع ممتازة من معز الحاج عليه ابن النادي الافريقي، وكانت ايضا مع النجم الرياضي الساحلي وتجارب ايضا مع اتحاد بن قردان. معز الحاج عليه وانتداب من الاتحاد الليبي، تجارب لهذا المتوسط الميدان اللي قاعد يقوم بدور كبير بصراحة، دور ريادي في وسط الميدان كيف وكيف موزيس اوركوما قايمين بالدور، ان شاء الله ما يتعرضش للإصابة لأنه إضافة كبيرة في وسط الميدان بصراحة، معز الحاج علي من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري، الاتحاد قلت أول مباراة رسمية في المسابقات الإفريقية كانت كونتر فاسيل الأثيوبي، لكن حساب الكونفدرالية الإفريقية أول مباراة في رابطة الأبطال الإفريقية كانت ضد الجيش الرواندي، وقتها ربح 3-0 بعد خسارة في رواندا ب1-0، قلب المعطيات في ملعب بن جنات والمنسير 3-0 اهداف وقتها حسام تقا نذكروه ايضا هومارو، اهداف كانت ممتازه من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري، الكره ترجع من جديد من شهاب الجبالي، الكره تقطع من الفريق الجزائري، ترجع من جديد الكره الى كبريزينون، هدف ايضا سجله زياد العلوي متقل الى البطوله الليبيه، تو نحكيو على الاهداف المسجله، وهذا جانب من الحضور الجماهيري ل 1500 سمحت بهم اداره الاتحاد الرياضي المنسيري بدخول جماهير المولوديه الى المدرج الشمالي لملعب حمادي العقربي بيرادس، كيف ما قلت الاهداف هذيك الهدف اللي كان تسجل اليوم للاتحاد الرياضي المنسيري والهدف رقم 22، رقم 22 تقريبا للاتحاد الرياضي المنستيري في
في كامل المسابقات الافريقيه وبمختلف ادوارها. يعني الهداف يبقى ابو بكر تراوري، قيمه كبيره، سجل وقتها 3 أهداف في دور المجموعات الكونفدراليه الافريقيه ويوصل الاتحاد للربع النهائي. زياد العلوي ايضا 3 أهداف، والياس جلاسي اللي غادر البطوله المصريه 2 أهداف، والبقيه هدف هدف للاتحاد الرياضي المصري. 2 تغييرات، محمد امين السوسه المنتدب الجديد قادم من نادي ليل، يخرج كبري زينون يدخل محمد امين مسوسه قادم من نادي ليل، لعب مباراه واحده مع ليل كانت في منافسات دوري المؤتمر الاوروبي، وهذا خروج سفيان بايزيد ويدخل رقم 37، يدخل مكان اللي خرج سفيان بايزيد المهاجم. ترجع الكره من جديد، الكره لفائده الفريق الجزائري الى ايوب غزاله. ايوب غزاله قاش الحلول للفريق الجزائري، قدم الوقفه الممتازه والمتميزه لفريق الاتحاد الرياضي المنسير، يضغط عاليا يعني يعرف القوه في الثلاثي الامامي، والكره تخرج من نعيجي، قراءه جيده الاتحاد الرياضي المنسير، محضر درسه في هذه المباراه البطوليه اللي قاعد يقدم فيها تكتيكيا بدنيا وفنيا. فما ديسيبلين تكتيك بصراحه من اللاعبين الكل، تشوف اللي يعوض بالفيتاس. لا لا هنا الحكم معلاش مخالفه، معناتها مش اقل المساله مخالفه. مش مقصرين الاولاد او نيفو دو روبلاسمون، خاصه في الدوزيام بال موجودين، ماهمش خلينا الفريق الجزائري يلعب مرتاح ولا ياخذ الكره مقابل المرمى نتاعنا وهما مرتاحين. بصراحه البلوك ايكيب قاعد يقوم دور طيب، الفريق ككل مش مقصرين الاولاد كل. وهذا جانب من جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري اللي جات خصيصا من منستيري مشجع لتشجيع فريق الاتحاد الرياضي المنسير. الكرة ترجع من جديد، خاطئة التمريرة وطويلة من رضا حليمية، لكن موجود الكرة تقول خرجت. الحكم المساعد الأول المصري في المباراة أمامكم على الصورة محمود أبو الرجال يقول خرجت الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. مباراة ممتازة جدا، الاتحاد قاعد يقدم في مستوى متاع عربية أبطال إفريقية. بعد ما وصلش الاتحاد الرياضي المنسيري في المغامرة الأولى إلى دور مجموعات، إن شاء الله في هذه المغامرة الثانية في رابطة الأبطال الإفريقية يوصل الاتحاد الرياضي المنسيري. عنده ليزاتو بصراحة الاتحاد الرياضي المنسيري باش ينجم يوصل إلى دور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الإفريقية من رادس ثم من ملعب 5 جويلية. إن شاء الله تأتي الورقة العبور. ترجع الكرة من جديد، أيوب غزالة، غزالة يتول الكرة الى محمد امين مسوسه لليسار، حمزه مويلي، محمد بن خماسه طويله الكره لليسار للفريق الجزائري. الضغط ممتاز من محمود غربال، باية التغطيه الدفاعيه من معز الحاج علي، بركل عليه معز الحاج علي تقريبا في الكرات الكل قاعد ينقذ في الاتحاد الرياضي المنسيري. ها بالخبره باللومبلاسمون نتاعو في الميدان، الفولونتي والذكاء نتاعو ايضا قاعد يقدم في مستوى ممتاز. برافو لمعز الحاج علي المنتدب الجديد. الكره ترجع للفريق مولوديه العاصمه الجزائري الى حمزه مويلي، التصويب الدفاع على الاتحاد الرياضي المنستيري، رجع الكره محمد رضا حليميه ممتاز، الحارس احمد سليمان قاعد مش مخلي الحلول للفريق الجزائري، قاري كل كبيره وصغيره الاتحاد الرياضي المنسيري. ممتاز ايمن الحارزي سرع الهجمه. ممكن المشكل الوحيد في الاتحاد الرياضي المنسيري ممكن في تخريج الكره في 18 متر وفي الثلاثي الامامي. كما قلت لك توا الاولاد مش مقصرين، فما انضباط دفاعي. شفت انت معز حاج علي رجع تكله للكره هذيك للاخر، يلقاو شويه صعوبه من بعد في تخريج الكره. الملاعب راهو يتعب، راهو ماهوش ماكينه، ماهوش ماشينه باش تخدم في الاوقات الكل، دونك فما وقت لازم الشارنيير ديفونسيف تنجم تشد الكره وتطيح الريتم. فما ملاعبيه كلي كيما جبالي لازم يشد الكره يربح لي فوت، يطيح شويه الريتم تاع المباراه، يخلي خاصه وسط الميدان الدفاعي سورتو الحاج علي وموزاس يريكوبيريو شويه، هذاك باش يعطي متنفس للفريق. الحقيقه اليوم الرواري نتاع الفريق بصراحه. الكره ترجع من جديد من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري من مالك الميلادي، يطور الكره ما توصلش الى احمد الجفالي. التماس من جديد للاتحاد الرياضي المنستيري. لحد الان الاتحاد الرياضي المنستيري 10 على 10 في المباراه، تكتيكيه انضباط تكتيكي
ايضا فنيات وايضا حضور بدني ممتاز للاتحاد الرياضي المنسيري. هذا من المباريات اللي يلزم يلعبها من الاتحاد الرياضي المنسيري في رابطة الابطال الافريقيه. نعرفوا يتطلب مجهود كبير اللعب في رابطة الابطال الافريقيه. ايضا الكره من جديد للفريق الاتحاد الرياضي المنستيري من فرات السلطاني. ممتاز الاستبصار على الكره من السلطاني، رجع الكره الى الوراء الى موزيس اوركوما. اوركوما يغير الكره الى مالك الميلادي. ميلادي يلعب الكره مع شهاب الجبالي، فركز ديما في شهاب الجبالي لخاطره ممكن يكون هو الحل عنده قدام المدافعي فريق مولودية الجزائر. محمد بن خماسه يرتكب الخطا على شهاب الجبالي. شوف الفنيات تاع شهاب الجبالي، يتجاوز محمد بن خماسه الاخير يرتكب الخطا ويتحصل على المخالفه. مخالفه ومازال ملقى على ارضيه الميدان شهاب الجبالي، واحد من العناصر المتميزه في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. شاهدنا ايضا الموسم اللي فارت فيصل المناعي اية مالك قبل خروجه وتنحكيه على الانتدابات الاتحاد الرياضي المنستيري. انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي، ايمن الحرزي، محمود غربال، حازم المستوري، ملكوم الحميدي، مهدي القانوني، معز الحاج علي، رياض الفريوي، مالك الميلادي، ريان رجب وريان عزوز. هذه انتدابات الاتحاد الرياضي المنستيري ومغادره عناصر مهمه في الاتحاد الرياضي المنستيري. حكيت على مغادره يعني عديد الاسماء ابرزهم البشير بن سعيد في حراسه المرمى. نحكي ايضا على الشام بكار ظهير ايسر الى فريق النادي الرياضي الصفاقسي، وايضا بلال ايت مالك الى النادي الافريقي، الشيخ عمر فال الى اتحاد بن قردان. اكيد الاتحاد الرياضي المنستيري بصراحه فما ميزه ممتازه في السنوات الاخيره، وقت اللي يخرج 10 او 9 او 10 ملاعبيه 8 7 اللي هما الاتحاد الرياضي المنستيري يلقى المعوض. فما حاجه مهمه زاده، فما امبيونس باهيه في ليكيب، معناتها تخلي الجورات اللي يجيو يسانتاجر فيت في ما يلقاوش مشاكل. الحقيقه الجو العام في مدينه المنستير ممتاز، يخلي الملاعب يقدم اداء. تشوف انت محمود غربال تقول عنده 10 سنين يلعب في المنستير، اللهم صل على النبي. معز حاج علي تشوف الاداء، الناس ما تحسبش، ناس تلقى كانت ترحاب في مدينه المنستير، جمهور يحب الملاعبيه والناتور تاع الملاعبيه هذوما، وان شاء الله يكملوا في الاداء هذا وما يلقاو كان خير ان شاء الله في مدينه المنستير ولا في نادي المنستير ان شاء الله. واكيد ياما مدربين ايضا نجحوا مع الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه كرة ترجع من جديد من كرة الفريق الجزائري اللي صار التوزيع، والحارس ممتاز متفتن الحارس احمد سليمان. كما قلت حتى المدربين نجحوا في الاتحاد الرياضي المنستيري واخرهم لسعد جرد الشابي. هذه المحاولة من جانب زكريا النعيجي والحارس متألق الحارس احمد سليمان. الحقيقة ما هوش مقصر، متألق الحارس استنى فرصته هاو خذاها توا مع خروجه مع بشير. كل الكره هكاك لازمك تصبر تخدم، وقت اللي يجي فرصك ما تقولش شبيني ما لعبش ولا حاجه، تجي فرصتك لازمك تطمن عليها. الكره للفريق الجزائري بن محمد رضا حليمي، حضر كره الى زكريا النعيجي، التحضير ممتاز، التدخل من زيجي قدام محمد امين مسوسة. امامكم مسوسة المنتدب قلت من نادي ليل. هاي الكره الاخيره والمحاوله من فرص سلطاني على الدراوي مره اولى ثم حليميه يحضر هاي الكره الاخيره. واحد اثنين يلعب زكريا نعيشي مع مسوسة، والتدخل ممتاز من فابريس زيكي ليفواري. قلت محمد امين مسوسة المنتدب من فريق ليل، لعب مباراه واحده مع ليل في منافسات دوري المؤتمر الاوروبي موسم 2023 2024، وشارك في العديد من المباريات مع نادي ليل الفريق الرديف الناشط في القسم الثالث الفرنسي. ترجع الكره لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، يبدو انه ملاعبي من الاتحاد ملقى على ارضيه حزم. الميدان حازم المستوري المنتدب من النجف العراقي، مهاجم ممتاز بصراحه، شفناه بمواصفات ممتازه مع نجم المتلوي ايضا في البطوله العراقيه. ان شاء الله يعطي الاضافه والافاده لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. كره ترجع من محمد رضا حليميه الى زكريا دراوي. دراوي يرجع الكره بلمسه رضا حليميه، حليميه بلمسه الى زكريا الدراوي اليمين معاه ايمن الحرزي، والحكم يقول الكره ترجع لفائده مولوديه العاصمه الجزائري اللي قاعد يحاول يمين يسار في هذه اللحظات، لكن اسمنت مسلح.
زمند مسلح دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري بوجود الثنائي المحور زيجي ومالك الميلادي، بوجود غربال على اليمين وبوجود فرات السلطاني على اليسار. مطلوب توا انه الملاعب يكون فطن اكثر فائق، لانه الفريق القاعد الجزائري قاعد ياخذ توا في وقت مهم وهو متبلاسي في الكوم تاعنا، دونك لازم نركزوا اكثر. هذه المخالفه من تنفيذ امامكم على الصوره من اسامه بن حوا، واسامه بن حوا يرفع الكره، كان سجل ضد وتنجا الليبيري في مباراه الاياب، شاب من نخبة مولودية العاصمة الجزائري. هذه كرة طويلة في اتجاه أحمد الجفالي، يخرج الحارس توفيق موساوي، الضغط ممتاز من أحمد الجفالي، طويلة في اتجاه محمد أمين ميسوسا، ميسوسا ما يلزمش ترك المساحات، ميسوسا يربح أمتار، يدخل منطقة جزاء الاتحاد، ميسوسا يدور بالكرة تصويبة، الحارس زيجي، الحارس أحمد الموساوي أو أحمد سليمان ياخذ الكرة أمامكم. فابريس زيجي متفطن، حضور ذهني ممتاز للحارس احمد سليمان حارس فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. يلا يا معز الحاج علي، طويله الكره، طويله على احمد الجفالي، الجفالي يمشي معاه المدافع ايوب عبد اللاوي، والكره ترجع لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نحس نزار انه وقت اللي يضغط الاتحاد الرياضي المنستيري اكثر، كل ما يضغط على الدفاع فريق مولودية العاصمة الجزائري إلا ويجيب الاخطر. قلنا لازم يضغط باش أول حاجة تجيب الاخطر، ثاني حاجة بعد الاخطر على قولك وتخلي الفريق الجزائري أقل خطورة. أما لكن توا وقت نتاع التغييرات، نشوفوا فما المدرب، فما ريان عزوز، وفما يمكن المهاجم حاجة خليفة باش يدخل يمكن في بلاصة المستوري، لأنه تعب هو الملاعب، ناقص شوية في التحضيرات الحقيقة، جاء مخر مش كيما أصحابه. المدرب قاعد يعطي فيه في طون جو، اليوم كان حاضر ما قصرش، حتى للحظة هذه ما قصرش. يخرج معز الحاج علي، ممكن خاف على الإنذار الثاني، بما أنه معز الحاج علي حصل على الإنذار، يدخل مكانه من جانب الاتحاد عريان عزوز المنتدب الجديد، ويخرج تحت تصفيق المدرب محمد الساحلي اللي صافح اللاعب معز الحاج علي. مباراة كبيرة برشا قام بها اليوم مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. هاي الكرة، والكرة الأخيرة من محمد أمين ميسوسا، هاي التصويبة تضرب في زيجي، ياخذها الحارس أحمد سليمان. هذه واحدة من المحاولات القليلة لفريق مولودية العاصمة الجزائري. إن شاء الله سلامات، إن شاء الله سلامات للفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. قاعد يشاهد في حازم المستوري المهاجم، كان تعرض لاصابه، ان شاء الله الاصابه دي تكون ان شاء الله سلامات لمهاجم الاتحاد الرياضي المنستيري. بصراحه اللي قاعد قدم في مستوى كبير في 28 دقيقه، لعب واحده بلاش وربح في ملعب حمادي العقربي برادس، نتيجه تعتبر مبدئيا ايجابيه. مازال شوط اخر في الجزائر، لكن المهم هو اليوم ما تقبلش اهداف وتسجل، ولا هذاك المطلوب، خاصه ما تقبلش اهداف. انذار الحازم، الحازم المستوري او ممكن المهاجم حازم المستوري، تحصل على الورقه الصفراء من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. التماس طويل طويل من يطلع ايوب عبد اللاوي، ترجع من حمزه مويلي، والتماس ممتاز، الضغط من الاتحاد الرياضي المنستيري، يلزم تخنق فريق مولوديه الجزائر في مناطقه. هذا التغيير، هذا التغيير من اكرم بوراس، اكرم بوراس باش يدخل المنتدب الجديد، يدخل مكان ثمانية زكريا دراوي، يدخل أكرم بوراس مكان زكريا الدراوي. تغيير هجومي من جانب فريق مولودية العاصمة الجزائري، تغييرات هجومية بصراحة لفريق مولودية الجزائري، نجم يستغلها الاتحاد الرياضي المنستيري، بما انه برشا باش يخلي المساحات اكيد الخلفيه فريق الجزائر. باش نشوفوا توا كيفاش شي تبلاصه الفريق الجزائري، اسكو باش يبدل ستيل دو جو نتاعو، ولا باش يبدل جوست مركز بمركز. كما قلت لك المساحات باش تكون موجوده، مازال بكري، اما الاتحاد لازم يلعب اكثر بتاني، واحده اون ايكيليبر، ما لازمش تزرب تتسرع. كما قلنا نقعدوا غادي في الكوم تاعهم، نجيبوا الماكسيموم دي بالاريتي، فماشي ما تخطف كعبه توا. هذه كرة من الاتحاد الرياضي المنستيري من محمود غربال، الكرة محمود غربال كان سجل حضوره الرسمي على مستوى التهديف في مرمى ايس بسيت شادي في الدقيقة 90، هوني في ملعب حمادي العقربي برادس في اياب
الدوري التمهيدي الاول موجوده المخالفه موجوده اللمس من محمد امين مسوس امامكم على فابريس زيجي مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري محمد امين مسوس القادم من فريق الرديف لفريق ليل الفرنسي الى مولوديه الجزائر. الكره الى مالك الميلادي، مالك الميلادي يلعب مع فابريس زيجي، زيجي لليمين الى محمود غربال، محمود غربال يطول الكره يقطعها ايوب عبد اللاوي ثم حمزه موالي بلمسه الى محمد بن خماسه، بن خماسه الى ايوب غزاله، ايوب غزاله يطول الكره الى مسوسه يقطعها ممتاز الحضور ممتاز محمود غربال والمخالفه موجوده مرتكبه من محمد زجرانة والانذار الانذار محمد زجرانة الايفواري يتحصل على الانذار بعد التدخل على محمود غربال. ها امامكم محمود غربال حب يراوغ محمد زجرانة وموجود واضح المخالفه على محمود غربال ومرتكبه من متوسط الميدان الدفاعي محمد زجرانة متوسط الميدان الدفاعي لفريق مولوديه العاصمه الجزائري يتحصل على الورقه الصفراء محمد زجرانة. اكيد الاتحاد الرياضي المنستيري ينجم يسجل الثاني بصراحه بعد التراجع البدني نحسه لفريق مولوديه العاصمه الجزائري وبالفريشير فيزيك اللي حاضر عند ملاعبيه الاتحاد الرياضي المنستيري والحضور البدني والذهني انه قادر بصراحه يسجل الثاني الاتحاد الرياضي المنستيري نزال بقرعه. كان نمشيو اكثر لقدام وكما بكري نقعدوا اكثر وقت في ونجيبوا اكثر اخطاء وكرات ثابته في المناطق نتاعهم فماش علاش ما نركيوش الهدف الثاني، لكن الاهم توا انك جاري الماتش تحتفظ اكثر بالكره. تو شفنا مثلا اللقطه هذه نتاع محمود غربال هو اللي لعب كره فير لافون رجعت اوروزمون هو عاود خذاها الكره اللي راكبيري الدوزيام بال، لكن ما لازمكش تخسرها في ساعه الكره. قاعدين نعملوا في المهم نفكوا الكره في اقل وقت ممكن، لكن ما لازمناش نخسروها، لازم نخلي هو الفريق الجزائري تعب ذهنيا توا تعب وممسوس، تزيد انت تستحفظ بالكره تزيد تمسه اكثر، فريق يسلم اصلا يسلم لك المباراه. ايمن هذا المطلوب. ايمن الحرزي الى موزيس وركوما، وركوما الى مالك الميلادي الى فابريس زيجي، فابريس زيجي يلعب الكره مع احمد الجفالي، الجفالي في وسط الميدان يدور احمد الجفالي رجع الكره الى محمود غربال ينتظر الحلول ممتازه من اليمين الكره للاتحاد الرياضي المنستيري محمود غربال التوزيع الى حازم المستوري الضغط والتشتيت الكره امامكم من ايوب غزاله يحط الكره في الركنيه من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري ممتاز الاتحاد الرياضي المنستيري يخلق في مشاكل يمين يسار على دفاع مولوديه العاصمه الجزائري من جهه ايوب غزاله ومن جهه ايضا اليمين من جهه ايوب عبد اللاوي. الكره ترجع من جديد الى شهاب الجبالي باش ينفذ الركنيه من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. مباراة تكتيكية بامتياز للمدرب محمد الساحلي. شهاب الجبالي إلى مالك الميلادي يأخذ الكرة بالرأس مش خطيرة على مرمى الحارس توفيق موساوي حارس الفريق الجزائري وهذا مالك الميلادي الرأسية ممتازة من مالك الميلادي صاحب المحاولة الأخيرة من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري المنتدب الجديد من فريق الانتصار السعودي تجارب مع الصفاء السعودي نصر بن غازي الليبي عرعر السعودي اتحاد تطاوين محلية وأولمبيك بدين وابن الترجي مالك الميلادي الترجي الرياضي. كرة ترجع لليسار الكرة اليسار لفريق الجزائري ما تخرجش الكرة يقول الحكم لكن يرجع يقول خرجت الكرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. هاي الكرة خرجت على اللاعب الجزائري أسامة بن حوا وسامة بن حوا وظهرها خرجت الكرة تجاوزت خط التماس ويرجع الحكم والتغيير قادم من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. نشاهد في لؤي الترايعي أنس بوعطي، أنس بوعطي هو اللي على الصورة أنس بوعطي نشاهد خروج أيضا أحمد الجفالي. هذا أحمد الجفالي يخرج مكان من؟ مكان أنس بوعطي الدخول القادم. يخرج ايضا محمود غربال نشاهد في احمد الجفالي. هذا احمد الجفالي هو اللي يخرج ويدخل مكانه انس بوعطي. الجفالي يخرج ويدخل انس بوعطي ويخرج حاتم المستوري حازم مستوري
ويدخل مكانه اياد الحاج خليفه اللي كان سجل ايضا هدف ضد ايس بسي تشادي هوني في ملعب حمادي العقربي بيرادس في اياب الدوره التمهيدي الاول من كاس رابطه الابطال الافريقيه. تغييرات هجوميه نزار بقراع ان شاء الله تجيب على جديد الاتحاد الرياضي المنستير. بون تغييرات هجوميه مس كوتي اوفونسيف لكن مركز بمركز بون باش يعطي نفس هجومي اخر بعطي فري نعرفوا زاد نفس الكاليتي يلوج اكثر على البروفوندور وكيف كيف زاد اياد حاجه خليفه نفس الكاليتي زاد هو والماستوري ملاعب يلعب بظهر ويلعب على ديفياسيون معناتها زوج تغييرات لاعب بلاعب نقولوا مركز بمركز. المخالفه هذه المخالفه تنفذ للفريق الجزائري ترجع من جديد جزائري يعاود يكسب الكره محمد امين مسوسه مسوسه يرفع الكره في ظهر دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري محمد امين عمر يقول ما فماش حتى شيء ما فماش حتى شيء لفريق مولوديه الجزائر امامكم اللي طالبوا الحكم محمد امين عمر قرار خلي القرار للحكم محمد امين عمر المصري في المحاوله الاخيره هاي المخالفه الكره من محمد امين مسوسه ماشي بصراحة حتى ضربة جزاء في هذه الكرة. خصوصا اللاعبين يخزروا الكرة. يخزروا الكرة ما فماش حتى ضربة جزاء بصراحة احتجاج زايد من ملاعبية مولودية العاصمة الجزائري ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري من أحمد سليمان الكرة إلى محمد بن خماسة للاتحاد الرياضي المنستيري إياد الحاج خليفة إياد الحاج خليفة طويلة الكرة ترجع للفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. من موزيس اوركوما شون عنده بتاع فيزيون ممتازه بجرب برشا غير لليمين موزيس اوركوما الكره الى لؤي انس بوعطي انس بوعطي سريع انس بوعطي نجم يعطي اضافه كبيره لخط هجوم الاتحاد الرياضي المنستيري الى محمد رضا حليميه محمد رضا حليميه يطول الكره الفريق الجزائري ما لقاش حتى حل الفريق الجزائري قدام الوقفه الصحيحه لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري من زوغرانا يغير الكره للفريق الجزائري اللي صار الى بن حوا بن حوا امامكم يراوغ على المستوى الجهه اللي صار لازم شركه المساحات حذيري ولكن الحكم يقول المخالفه ومخالفه قريبه من خط 18 متر للاتحاد الرياضي المنستيري يصفر امين عمر لفريق مولوديه الجزائري بعد توغل توغل من الجناح الايسر اسامه بن حوا امامكم في حوار مع غربيل وايضا يراوغ لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري ريان عزوز اللي دخل منذ لحظات هي الكره موجوده خارج منطقه 18 متر من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بصراحه اداء ممتاز للمصري محمد امين عمر او يتوجه محمد امين عمر الى بنك الاتحاد الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري يرفع الورقه الصفراء للفريق الجزائري عفوا المساعد المدرب مساعد المدرب الجزائري باتريس بوميل الفرنسي في موسمه الثالث في موسمه الثالث مع فريق مولودية الجزائر موسم أول كان أنهى مع المولودية في المركز الثالث في البطولة الجزائرية موسم ثاني كان توج بوتل للمسابقة البطولة المحلية الجزائرية يعني بعد السيطرة للسير بي في أربع مواسم التالية يوني هذه السيطرة لفريق شباب الوزداد الجزائري واللقب يعود إلى عميد الأندية الجزائرية مولودية العاصمة الجزائري زكريا النعيجي هو اللي باش ينفذ المخالفه زكريا النعيجي يرفع الكره فوق مرمى الحارس احمد سليمان سلامات على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري نزار بقرة في اللحظات هذه الفريق المولودية قاعد يلعب الكل في الكل قاعد يسيطر قاعد لهنا يستغل شويه في الاخطاء وفي البطء في الرجوع لهنا نتاع اللاعبيه لازمناش نخليوهم يلعبوا مرتاحين لازم كي تكمل حاول الملاعب يكمل الهجمه نتاعو للاخر ما يحاولش الكره يخسرها في وسط الميدان وين الفريق نتاعو ديزيكيليبر وكالعاده ما لازمكش تتسرع لازم عندك الامكانيات ما يخولك انك تمشي وتهدد مرمى الفريق المنافس ما نعرفش يعني توا بدا الملاعب يخمم في الفان ماتش يخمم في الريزولتا يخمم معناتها لكن العب الكره للاخر بنفس المردود اللي قدموه تيلة المباراه ما لازمهمش يرخوا كل واحد ترجع الكره للفريق مولوديه العاصمه الجزائري
قلت مواجهات مولودية الجزائر الأندية التونسية في مختلف المسابقات القارية في رابطة الأبطال في دور المجموعات 2021-21 مع الترجي في الجزائر، ثم خسارة هوني في ملعب، خسارة في المنزة 4-0 أهداف مجدي تراوي ثلاثية الكاميروني يانيك نجانك. المواجهة الثانية في 2021 أيضا في نفس المسابقة في نفس النسخة كان أزاح مولودية الجزائر نادي رياضي صفاقس في دور ما قبل المجموعات 2-0 في ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، أهداف ثنائية سامي الفريوي إيابا على ملعب الطيب الميري. خسر ضد نادي رياضي صفاقس 1-0، لكن للأسف ترشحش وقتها نادي صفاقس، ترشح فريق المولودية لوصل دور المجموعات، وكان جنبا إلى جنب مع ترجي تونغيثا السنغالي الزمالك المصري، تعادل مع ترجي ذهابا في الجزائر 1-1، ايابا ضد ترجي هوني في ملعب محمد العقل ببيرادس وقتها 1-1 باداره الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز. وصل وقتها للربع النهائي المسابقه بعد ما مرت صحبه الترجي في دور مجموعات المولوديه، وعلى المجموعه الرابعه في المركز الثاني برصيد 9 نقاط 2 انتصارات 3 تعادلات وهزيمه لتلاقي الوداد البيضاوي في الربع النهائي رابطه الابطال 1-1 في الجزائر، وخساره على مركب الرياضي محمد الخامس بواقع 1-0 1-0 هدف وليد الكارتي في الدقيقة 92 بإدارة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو. الكرة ترجع الجزائرية لليمين من محمد رضا حليمية، حليمية يرجع الكرة إلى محمد زقراني، يغير اليسار إلى بن حوا، التوزيع وتقطع من جديد من أيمن الحارزي، ما يلزمش ترك المساحات باهي الاتحاد الرياضي المنسيري، وقفة صحيحة في الدفاع. الكرة من محمد رضا حليمية إلى فابريس زيغي، زيغي يقطع الكرة إلى إياد الحاج خليفة، يعاود ياخذ الدوزيام بال محمد بن خماسة إلى أيوب عبد اللاوي إلى بن حوا، الكرة إلى محمد زقرانة ممتاز قطع الكرة، يلا يا محمود غربال سرع الهجمة إلى يد الحاج خليفة، طويلة الكرة وتخرج تماس. شوف فيك تتحسر بقراش كان ينجم يعمل هوني الملاعب ما يعرف روحه في البلاصة في التيران على الليني، علاش خلي في الكرة يستناها مش بومبي، يعمل كنترول كعطاها له بيان دوزي الباس نورمالمون، يعمل كنترول وعنده صاحبه جاي يولي يعمل سوبريوريتي وتفوق عددي ونمشيو بها لقدام. المولدية قاعدة تضغط، يا اما عندك كسر اللاعب يا اما تحتفظ اكثر ما يمكن بالكوره، ونستناو تغييرات المدرب خاصه توا معناتها تشوف فما ملاعبيه تعب، تشوف شهاب جبالي ما قصرش ماتش كامل تعب، يعني نخير انه يخرج شهاب جبالي ويدخل متوسط ميدان دفاعي يكون بلاسي قدام موزاس والعز وش اسمه ريان باش يعاون في الافتكاك والضغط على المنافس، خلي الفريق غادي ما تخليش يلعب مرتاح، هما توا قاعدين يلعبوا مرتاحين بصراحه، معناتها اكترا معناتها انت كما الحكم يدز معاهم. دونك نعاود نقول باش يدخل لؤي الحقيقه، وفما رائد شيخاوي معناتها اختار مدافع ومتوسط ميدان هجوم قدام وقت اللي دخل زوز ملعبيه، ايضا باتريس بوميل هجوميه بصراحه دخلها عبد القادر منزله، وايضا طيب المزياني، زوز تغييرات هجوميه لازم يرد باله المدرب محمد الساحلي، يحب يحط كامل ثقله الهجومي على دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري الفرنسي. باتريس بوميل وهذا الانذار، الانذار يرفعه الحكم حكم الساحه في وجه ريان عزوز المنتدب الجديد للاتحاد الرياضي المنستيري. قلت باتريس بوميل يحب يكمل المباراه يعني اللي وصلت الى حد الدقيقه 43، الكل في الكل، الكل في الكل هجوميا، يلزم هوني نجم تفاجئ دفاع الفريق الجزائري بهدف ثاني وقت اللي ينزل كل كامل هجوم اكيد باش يخلي المساحات. هذه كره ترجع من جديد من محمد امين ميسوسا، يقطعها من فرات السلطاني، يا فرات ما يلزمش تغلط في هذه اللحظات، الكره الضغط والركنيه من جيبه طيب المزيني قدام مالك الميلادي، مباراه كبيره مالك الميلادي مع زيجي في المحور الدفاع، وهذه الركنيه من جانب الفريق مولوديه الجزائر. الكره من اسامه بن حوا، اسامه بن حوا يرفع الكره بالراس، يقطع الكره ممتاز احمد سليمان، ممتاز احمد سليمان، احمد سليمان ممتاز في التالق للكره الاخيره للفريق الجزائري. ايش كره سهله، الكره تبامبي قدامه وان بليس فما جوار شق عليه تراجكتوار، شوف شوف تسلل راي الحقيقه انت فما جوج توش لهنا، شوف فما تسلل فما ساق وسابقه الحقيقه. ترجع الكره للفريق الجزائري في هذه اللحظات الاخيره،
يلزم يقطع الهجبة فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. الكرة التوزيعة الكرة وحضيري ما يلزمش ترك المساحات. قلت قدام الملاعب يمامكم الفريق الجزائري قدام أسامة بن حوا أو أكرم بوراس. أكرم بوراس القادم من شباب الوزداد الجزائري في هذا الميركاتو الصيفي إلى فريق مولودية العاصمة الجزائري. وأكيد دوري جزائري قادم قوي برشا باش يكون. ودخول الثنائي كما قلنا باش يدخل لؤي الترايعي مكان شهاب الجبالي. وشاهد أيضا في رائد الشيخاوي التغييرات القادمة يدخل مكان أيمن الحارزي. يحب يحافظ على نتيجة المدرب محمد الساحلي مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. قدم مباراة ممتازة تكتيكية بامتياز. أو يدخل لؤي الترايعي ويدخل أيضا رائد الشيخاوي. يخرج كل من الثنائي شهاب الجبالي وأيمن الحارزي. قلت مستوى باش يكون كبير برشا في الدوري الجزائري. منافسة كبيرة بعودة اللاعبين الدوليين السابقين. يعني نحكي على ديلور لمولودية العاصمة الجزائري. نحكي على سليماني للسيربي. ونحكي على بودابوس لجيس كاكابيلي. يعني لشباب القبيل ترجع للكورة من جديد. وبالتوفيق زاد ما ننساوش للمدربين التونسيين أيضا. عندنا أربعة مدربين تونسيين باش يدربوا في البطولة الجزائرية. نحكي على نبيل معلول مع اتحاد العاصمة الجزائري. نحكي أيضا على معز بوعكاز. ايضا نحكي على المدربين التوانسه. نحكي على رذيج عادي في اتلتيك بارادو الجزائري. وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للمدربين التونسيين. هذه الكره ترجع والتوزيعه. ونحكي ايضا على حاتم المساوي مع اتحاد خنشل الجزائري. وهذه المحاوله للفريق الجزائري دون جدوى على مرمى احمد سليمان. ممتاز الاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا لعب المباراه اللي لازم تتلعب نزار بوقراعه. لانه الخصم ليس بالسهل بصراحة. ليس بالسهل زاد. والملاعبيه قاعدين يابليكيو بصراحة 100% مش حتى 100% قاعدين مش مقصرين. يسابليك لي كونسيني تاع المدرب يطبقوا وقفة دفاعية. تشوف زاد كما قلنا التركيز. توا دخلنا في اللحظات الحساسة كما يقولوا في الباسكيت. وتحية صديقنا حسني زغدودي الماني تايم. هذا في كرة القدم أصعب وقت. لانه يعني توا الحاله الذهنيه البدنيه والذهنيه تتمثل للملاعبي. اللي يمشي يكون مركز اكثر هو اللي يمشي يمركي البوانات الحقيقه. والاتحاد لازم يحافظ يعرف يحافظ على الاسبقيه نتاعو. لانه يعني مهمه برشا انك تمشي للجزائر وانت عندك اسبقيه. الكره الى طيب المزياني. طيب المزياني على مستوى الجهه اليمين. ممتاز موزيس كوما. ممتاز برافو لمتوسط الميدان الدفاعي وقائد الاتحاد الرياضي المنستيري موزيس أوركوما. تدخل يلعب بخبرة السنوات النيجيري موزيس أوركوما. الكرة ترجع من جديد بمخالفة لفريق مولودية الجزائر. مولودية العاصمة الجزائري والتنفيذ من أسامة بن حوا. أسامة بن حوا يرفع الكرة. ممتازة دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. الدزيان بار ياخذها محمد رضا حليمية لليمين. حليمية طويلة على أسامة بن حوا. هذا اللي نحبوه. الضغط يكون عالي من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. يخسر الكرة أسامة بن حوا. الحكم يرفع كوقت بديل سبعة دقائق في هذه المباراة. محمد أمين عمر سبعة دقائق في هذا الدربي المغاربي المتفوق فيه الاتحاد الرياضي المنستيري بواحد بلاش. هدف في دقيقة 23 بفضل مدافع ضد مرمى أيوب غزالة بعد تصويبة قوية من فرات السلطاني اللي سجل ودون اسمه بأحرف من ذهب. الأسماء اللي سجلت أهداف الاتحاد الرياضي المنستيري في مختلف المسابقات الإفريقية بمختلف أدوارها. داولوا على تسجيل الأسماء التالية: زيد العلوي، حسام تقا، يوسف أمارو، زيجي، عبد القادر بوتيش، إياد الحاج خليفة، محمود غربال، علي العامري، فهمي بن رمضان، فادي العرفاوي، شافيو موموني، إلياس جلاسي، محمد صغراوي، بوبكر تراوري، صالح الحرابي، وعبد الحكيم ماموقران. الجزائري لعب في مولودية العاصمة الجزائري ومشى الاتحاد الرياضي المنستيري. وإن شاء الله السلامات لفرات السلطاني. الظهير الأيسر للاتحاد الرياضي المنستيري يقول يعاود التماس محمد أمين عمر. يقول هالمرة ترجع لفريق مولودية العاصمة الجزائري أو لا. يقول لي لمالك الميلادي من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. لقطة طريفة الحقيقة. قلت لك الماتش فيه شفنا فيه كل شيء الحقيقة. إن شاء الله يكمل كيما هكا. خلينا احنا نمشيو مرتاحين للجزائر. الاولاد مش مقصرين. جبت انت فرات السلطاني مردود غزير تلت 90 دقيقة واكثر. وصلنا لل 94.
الحكم علاش زاد 7 دقائق ما نعرفش علاش، فماش برشا بيردي تون. عجبني تكتيكيا الاتحاد الرياضي المنستيري بصراحه سان فوت هذه المباراه. تحب تربح ماتشاتك لازم تكون منضبط دفاعيا، هذاك الحاجه الاولى اللي تخليك تمشي للاتاك وانت مرتاح، مش كيما تبدا خاسر وماشي للاتاك تبدا تخمم يندرا تاكل بونتو ثاني يندرا كيف تمشي ما تمشيش تجازف ما تجازفش. احنا شفنا مدرب المولديه جازف توا في الخمس دقائق الاخيره راه ما جازفش حاجه كبيره معناتها في الشوط الثاني رغم اللي خاسر من الميتون لول. هذه كرة طويلة لفريق مولودية الجزائر في اتجاه الحارس أحمد سليمان، زاد من نحوش استحقاق كل ملاعبين الاتحاد الرياضي المنستيري وأيضا لحراسة مرمى الاتحاد. أمامكم أحمد سليمان تايمينغ تقريبا كان ممتاز لهذا الحارس في مغلب وجل عمليات فريق مولودية الجزائر، كان واقف في المكان المناسب، كان واقف في شباك الاتحاد الرياضي المنستيري، فسخ برشا فرص، زوز او ثلاثه فرص واضحين لفريق مولوديه العاصمه الجزائري. مهمه هذه المباراه باش يبني عليها لمباراه الاياب الاتحاد الرياضي المنستيري. بصراحه عودنا الاتحاد الرياضي المنستيري باش يلعب في مستوى عالي وقت تلعب ضدنا ضد بركان متوجه بالكونفدراليه الافريقيه وتعمل 0-0 في بركان وتروح يعني ببطاقه الترشح للكونفدراليه الافريقيه، تربح في لومبومباتشي اليوروتور مش سهل باش تربح في لومبومباتشي وقت اول انتصار لفريق تونسي في اراضي لومبومباتشي في الكونغو، يعني ربح مازيمبي اليوروتور، تربح يانغ افريكانز ايضا هوني في دور المجموعات في ملعب حمد العقربي 2-2 ويانغ افريكانز وصل انه ربح الكونفدراليه الافريقيه، تربح الرجاء البيضاوي بعد 1-1 في الدور المكرر وقتها في المغرب خساره وهدف مبر رمضان في تونس في الريتور وتربح 1-1 لكن بضربه الجزاء ما تعداش لدور المجموعات. بصراحه الاتحاد الرياضي المنستيري يستحق كلمه برافو برافو في هذه المباراه الرقم 23 على المستوى القاري بمختلف المسابقات الافريقيه وبمختلف ادوارها. هذه كرة لفريق المولودية الجزائر، آخر كرة تقريبا من حليمية محمد رضا حليمية وأكيد لعب في المنتخب الجزائري، ونتذكر له وقت اللي سجل توزيعه وعطى الديلور سجل ضد المنتخب الزيمبابوي. هذه كرة خطيرة ما يلزمش ترك المساحات، ممتاز دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، محمد بن خماسة ترجع الكرة ما يلزمش ترك المساحات، برافو وقفة صحيحة، كمل كمل كيك الاتحاد الرياضي المنستيري، كرة أخيرة للفريق الجزائري، يدور بالكرة أكرم بوراس، ممتاز أحمد سليمان، برافو ثانية كرة ثالثة، ممتاز ممتاز الاتحاد الرياضي المنستيري ممتاز، أحمد سليمان ملا كرينتا تصدي المباراة ملا روح، ما يلزمش يفجعونا أكثر هكا يا نزار بقراعة، هذيك حلاوة الكرة راه ممتاز المباراة قلت بتاع أحمد سليمان وممتاز بصراحة الاستحقاق أيضا من محمود غربال في الكرة الأخيرة. استبسال دفاعي ملا كرينتا ملا روح قتاليه الاتحاد الرياضي المنستيري، قال لك زيد يلزمني نربح نربح هذه المباراه. الكره ترجع للفريق الجزائري، الركنيه تنفذ ترجع بالجديد، حذاري هلا يعكس الهجمه الى انس بوعطي، يلا نحبوا سرعتك يا انس، الى الكره من يد خليفه الى انس بوعطي، انس بوعطي من الكروار اليمين، انس بوعطي خيره في غيره تربح تربح التماس، ممتاز يا ناس بوعطي بصراحه ممتاز، شبان الاتحاد الرياضي المنستيري مش مقصرين مش مقصرين بالمباراه بطوليه. شوف هاي الكره والجرينتا الاخيره من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري اكرم بوراس المنتدب السربي، والكره كانت من المدافع ايوب عبد اللاوي هو ضرب الكره وضاع هدف التعادل، وفي هذه الاونه يعلن الحكم محمد امين عمر البصري على نهايه المواجهه الاولى في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس ربيعة الأبطال الإفريقية، وانتصار أكثر من مقنع للاتحاد الرياضي المنستيري ب1-0 هدف دقيقة 23 بإمضاء يعني تصويبة من فرات السلطاني أيوب غزالة غارت مرمى، وفرحة كبيرة للاتحاد الرياضي المنستيري 1-0 بصراحة نزلت القراعة، باهي أنك تسجل وباهي أنك ما تقبلش. لوبجيكتيف نورمالمون أنت ربحت ماركيت وما قبلتش معناتها
وما ننساوش مع المردود الممتاز لجل اللاعبين بصراحة، حتى ملاعبي اليوم ما بخلوا، حتى ملاعبي ما قصر، الناس كلها عملت أداء بطولي جدا. ما شفناش كما الكرة هذه البطولية بجانب الاتحاد الرياضي المصير اللي كانت قبل، نحكي على الكرة اللي حان. هذه يحبوا على ضربة جزاء، كرة مست في بدنه قبل، معناتها القوانين الجديدة ظاهرة معناتها والحكم صاب اليوم. الحكم نكونوا نعطيه زاد حقه، حتى الحكم كان في المجمل قراراته صايبة 100%. نرجع للمردود يعني نتاع الملاعبيه الجرينتا اللي لعبوا بها اليوم واللي وراوها، وراوا اللي هما يستحقوا بلاصه برمي لي جران كلوب في الافريق. ان شاء الله يكملوا هذا شوط، كما قلت انت شوط الاول هذا ربحناه في تونس، مازالش نمشيو لشوط ثاني، ما فما قراءه اخرى، الفريق يتحول في ميدانه، طريقه لعب اخرى، عنده جمهوره باش يكون حاضر باعداد غفيره. اليوم احنا الجمهور زاد كان حاضر وساند الملاعبيه للاخر، تشوف انت الفرحه توا المشتركه مع بعضهم. يستحقوا اليوم فيكتوار بيان ميريتي. ان شاء الله ان شاء الله الاتحاد الرياضي المنسيري يبني على الحاجة الباية في هذه النسخة، خاصة أنه سجل 3 أهداف بين ذهاب وإياب ضد أيس بسي التشادي، واليوم هدف وما قبلش حتى هدف، يعني 4 أهداف في رابطة الأبطال في بين الدور التمهيدي الأول ذهابا وإيابا، وهذا الدور التمهيدي الثاني ذهابا. إن شاء الله الإياب يواصل الاتحاد الرياضي المنستيري، وإن شاء الله يقتلع بطاقة المرور إلى دور رابطة الأبطال الأفريقية دور المجموعات. بصراحة يستحق الاتحاد الرياضي المنستيري على ما قدمه في السنوات الأخيرة مكان في رابطة الأبطال الأفريقية. ونمشي معاك ذاكر زرافي في جواباتنا بعد المباراة مع المدرب باتريس بوميل. باتريس بوميل بالفعل شكرا لك سامي، وأكيد الماتش بتتر إتي بلو ديفيسيل كو بريفو. يا ان دوزيام ماتش جو بانس كو اون ا في ان ماتش كوهيران، اون بري ان بوت كونتر لو كور دو جو سور لور سول سيتواسيون، ميم با اون سيتواسيون، اون فراب لوينتين ديفيي. À nous d'être à domicile un petit peu plus réaliste, parce qu'on a eu quand même beaucoup de situations, on n'a pas réussi à marquer. Il faudra marquer au moins un but pour espérer se qualifier. J'ai confiance en mes joueurs, on sera revanchard au match retour. Merci. يعطيك الصحة باتريس بوميل. احنا سألناها انه المقابلة كانت أصعب يمكن من اللي كانوا متوقعين الجزائريين، لأنه رينا برشا ما تكتب ورينا برشا ما تقال، لكن قال أنه الاتحاد المنسيري ما توفرتلوش فرص، هذا اللي قاله هو، ما توفرتلوش فرص، ومطالبين الفريق باش يرد الفعل في مباراة العودة باش يتجاوز الهدف هذا، وهذا ما إن شاء الله نتمناه الاتحاد المنسيري يكون جاهز ويكون حاضر في المباراة القادمة. سامي لحظات يكون معنا مدرب الاتحاد المنسيري أو لاعب من الاتحاد المنسيري. أكيد على راحتك، ديما على راحتك، وقت تبدأ حاضر وجاهز عندك الاستجوابات بعد المباراة للاعبين الاتحاد الرياضي المنسيري والمدرب محمد الساحلي. بصراحة يستحق كل الثناء من لاعبين الاتحاد الرياضي المنسيري على هذا الأداء البطولي في هذه المباراة ضد لمسيا عميد الأندية الجزائرية، وأيضا الاتحاد الرياضي المنسيري بالعلامة الكاملة يربح الفريق الجزائري مولودية العاصمة الجزائري. ونشوف أيضا في يبدو أنه حازم المستوري، حازم المستوري مهاجم المنتدب الجديد من النجف العراقي إلى الاتحاد الرياضي المنسيري، تفضل ذاك. حازم اللي اليوم لعب دور تكتيكي كبير، أنا حسب رأيي أنه وقف الدفاع الجزائري طول القامة ثنائي أيوب وقفهم اليوم، وحازم ذول المباراة كان فما برشا دويل وبرشا أجريسيفيتي في مقابلة اليوم. 1-0 سلاح باهي الاتحاد المنسيري مباراة العودة. الحمد لله يا ربي على 3 بوان أول حاجة. ثاني حاجة ما زلنا ما عملنا شيء، هذه خطوة باهية. المجموعة كل كانت يد واحدة وكان عندنا أوبجيكتيف واحد إن احنا نفوزوا ناخذوا 3 بوان نتاعنا، وإن شاء الله ما زاد برشا خدمة عنا مباراة نتاع ماتش الروتور، إن شاء الله نكونوا حاضرين على 100%. 1-0 يظل ريزولتا بيج، معناها مازال ما تلعب شيء، معناها 1-0 مازال ما تلعب شيء، ان شاء الله الماتش الجاي الروتور ان شاء الله نكون فرمي على النتيجه هذه ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه حازم المستوري لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. انا مهم جدا انه ياخذ وراي محمد الساحلي، لكن قبل هذا حارس احمد سليمان، لانه تصديات احمد سليمان في نهايه المباراه سامي كانت حاسمه جدا، كرات اكيد الكره كلها شيت زاد الكليشيت، والكره كلها حظ، لكن مع الحظ فما خدمه. احمد سليمان تحيه ليك على المردود نتاعك، ويظهر لي زاد مقابله اليوم تحذير لمقابله العوده، لانه باش تقبلوا برشا لاعب في مقابله العوده في الظروف نتاع نعرفوا نتاع ملعب الجزائر، والظروف خاصه نتاع الضغط نتاع الفريق الجزائري. اكيد بالطبيعه هما الماتش هذايا
كان الحقيقة قوي برشا الريتم، الحقيقة الأولاد كانوا حاضرين، خدمنا لأرواحنا، عاونت صحابي كنت حاضر، صحابي زاد عاونوني يعطيهم الصحة. مباراة العودة بالطبيعة باش تكون صعيبة، صعيبة برشا، لازمنا نكونوا حاضرين مونتالمون وفيزيكمون إن شاء الله. بالتوفيق، هذا ما نتمناوه ان شاء الله، فوز اول للانديه التونسيه في الدوره التمهيديه الثاني من خلال الاتحاد المنسيري، ان شاء الله تحقق فوز اخر غدوه للملعب التونسي، الترجي والسي اس اس في مختلف المسابقات. نحب باش نحكي مع محمد ساحلي، مهم جدا سامي بعد لحظات، لان محمد ساحلي باش يكون معنا بعد لحظات، ناخذ كلمه لمحمد ساحلي. باهي ذكر، خلينا نعطي الرؤيه الفنيه. انا من دوري الى نزار بقراع اللي حلل معايا المباراه هذه، اكيد مباراه قراءتك الفنيه بصراحه للاتحاد الرياضي المنسيري، شنو اللي نجم الخطه التكتيكيه اللي نجم يلعب بها فريق الاتحاد الرياضي المنسيري وقت اللي تكون تقدم هوني في رادس شوط اول واحد بلاش، كيفاش تنجم تلعب في الجزائر؟ هو كما قال ذاكر ريزولتا بياج، لازمك ديما تلعب متوازن، انت ماكش مش تعطي تبيع روحك غادي وتقول له يجي اتاكي وكاو، لا لازمك تمشي انت زاد للاتاك، لازمك انت تحاول الفريق الجزائري معناتها براتيكمون دي مغربان كيف كيف الملعب يتمس، معناتها ماهمش جايين من اوروبا هما ولا الملاعب العقليه اللي ما لا لا معناتها يصبروا كل شيء، لا لا عندهم شيء يصير ضغط جماهيري، لازمك انت تعرف تجيري وتحط يولي اتوليك انت تحط عليهم البريسيون، معناتها هذوما الكل فما نقاط توا يقرا لهم حسابهم المدرب، هذوما دي بتيت فيسال نتاع اللعبه نقولوا معون الصنعه، المدرب ماهوش ناقص خبره توا يعدي الميساج هذا لملاعبيته، وبعد يقعد التيران هو الفيصل، اول كلمه قالها معناتها محمد الساحلي قال التيران هو اللي يحكم. واكيد محمد الساحلي غني عن التعريف تجارب معنا محمد الساحلي اللي عنده ليفا برو، اكيد عرف قراء جيدا فريق الجزائري مدينه العاصمه. تفضل ذاك، فيليستاسيون على الاداء، فيليستاسيون على النتيجه محمد الساحلي، لكن القادم اصعب، نحسوا ان الاتحاد المنسيري كل ملعب مقابله كيف تلحم ليكيب، وقد فما اشياء قاعده تبنيها في الاتحاد المنسيري. محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قبل كل شيء الانتصار والمفيد زاد ما قبلناش، فهمت الرابع مقابله اوفيسيال ما نقبلوش فيها، اكيد مقابله العوده باش تكون صعيبه ضد فريق محترم برشا، لكن كما قلت لك معناها هذايا ديربي مستير في تونس بارمي لي ميور ايكيب، لمسيا بطل جزائر، الفريق ماشي ويتحسن من مقابله الاخرى، اكيد بعد ما تخسر ركائز الفريق واحد تصعبت شويه الامور، لكن الحمد لله باللي ريكروتمون سي بلاي هذوما والولاد قاعدين كما نقولوا كويزيون بيناتهم تمشي بالوقت وان شاء الله خير ان شاء الله. واحد بلاش حصل توا المفتاح نتاع مقابله الرتور بالنسبه لك، الدفاع، التغطيه، تقدم القدام، معناها تقريبا كونسيبسيون هكا، مش نعطيه معناها الطريقه نتاعك، لكن تقريبا شنو اهم حاجه بالنسبه لمقابله الرتور؟ اهم حاجه انه نكونوا حاضرين في لي سان كومبورتيمون، في البوسيسيون نكونوا احسن شويه من اليوم، نكونوا بلو كوراجو في اللعب ضد الكره، كنا بالكدا في لي ترانزيسيون في لي بالاريتي، ان شاء الله ان شاء الله من هنا للروتور نكونوا قد حضرنا ليكيب. شكرا لك، ابتسامه الفوز والانتصار محمد الساحلي، هنيئا للاتحاد المنسيري، ونزيدو هنيو ان شاء الله يوم السبت القادم بعد 8 متاع الليل، لان المباراه تلعب 8 متاع الليل في الجزائر العاصمه. بالتوفيق ذاك الاتحاد الرياضي المنسيري، ان شاء الله المواجهه الثانيه ضد فريق مولوديه العاصمه الجزائري يرجع بورقه العبور الى دور المجموعات، هكا نكونوا انهينا يعني التغطيه التلفزيونيه لهذه المباراه. اجمل تحيات سامي بوعزيز في التعليق، نزار بوقراعة في التحليل الفني، وكل التقنيين والمصورين أمنوا لكم هذه المباراة، وبطبيعة الحال لا ننسى المخرج محمد علي سعيدان، إلى اللقاء في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله.